مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن تطورات الأوضاع في غزة واستمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في ظل حديث عن تحريك ملف المفاوضات لاسترداد المحتجزين ووقف الحرب، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات الأستاذ إياد جبر. حياكم الله أستاذ إياد. حياكم الله أخي الكريم. في البداية، يعني وصلنا لليوم 278 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سبقته ليلة دامية باستهداف الاحتلال المدنيين بالطائرات والمدفعية مع أوامر بنزوح جديدة من مناطق عدة في غزة. ما الرسالة التي يريد نتنياهو أن يوصلها إلى المجتمع العربي، إلى المجتمع الإسلامي الدولي، من هذه المجازر التي يستمر بارتكابها؟ السلام عليكم، حياكم الله، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية، نتنياهو خلال الأيام الأخيرة كان هنالك حديث من جيش الاحتلال على الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، وحديث أيضا في الجيش عن الانتصار على المقاومة أو تحقيق الانتصار على المقاومة، وأن ما يحدث في رفح من هجمات هي في أيامها أو في ساعاتها الأخيرة، هكذا كان يتحدث جيش الاحتلال. لكن بعد تقديم الورقة الأخيرة أو تحريك ملف التهدئة، بدأ وكأن نتنياهو وحكومته في إشكالية أو أزمة، خاصة وأن نتنياهو دائما يحاول تعطيل اتفاقيات التوصل إلى اتفاق التهدئة لأسباب لها علاقة بحياته السياسية وحزبه أو حتى اليمين الديني المتطرف. نتنياهو يحاول بشكل أو بآخر أن يضغط على المقاومة من ناحية الميدانية، خاصة وأن المدنيين هم المستهدفون بالدرجة الأولى، يحاول أن يحدث فجوة بين المقاومة والمجتمع الغزي، كونه يعلم أن المجتمع الفلسطيني يمثل حاضنة أساسية ومهمة بالنسبة للمقاومة. في نفس الوقت أيضا يضغط عليها ميدانيا ليضعفها في المفاوضات. بالتأكيد هو جزء من الضغط، يعني التفاوض السياسي جزء منه أيضا في الميدان، من خلال الميدان، بحيث أن نتنياهو يريد وحكومته وجيشه يريدون أن يخلقوا وقائع جديدة. هذه الوقائع، ما على سبيل المثال، كنا سابقا نتحدث عن أربع نقاط رئيسية تتعلق بموضوع التوصل إلى تهدئة، وهي نقاط تتعلق بوقف الحرب والخروج من قطاع غزة بشكل كامل وتبادل أسرى وصولا إلى تطبيق هذه النقاط الثلاثة على مراحل. لكن الآن الحديث يجري عن معبر رفح، عن محور فيلادلفيا أو المنطقة العازلة أو الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، إضافة إلى محور نتسارين. فكل هذه الأمور هي تعتبر تفصيلية، ولكن نلاحظ خلال التفاوض خلال الساعات الماضية الحديث يتم عن هذه النقاط دون الحديث بشكل كامل وواضح عن المراحل أو عن النقاط الأساسية. وهنا نتنياهو يحاول أن يخلق وقائع، أيضا يحاول أن يدفع السكان من الشمال إلى وسط قطاع غزة كما دفعهم سابقا، ودفعهم أيضا من الجنوب إلى الوسط، وكأنه يرتب لمسائل أخرى تتعلق بإيجاد مناطق يتحدث عنها، كونه يتحدث من بداية الحرب من أكتوبر عن أهداف، وهذه الأهداف تبدو شبه مستحيلة بالوصول إليها، وعلى سبيل المثال منها أهمها الوصول إلى قيادة المقاومة أو التخلص من المقاومة والوصول إلى حوالي 120 أسير أو مختطف في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة يريد أن ينتقل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة كما يدعي، دون أن يحقق أي إنجاز على هذا المسار. يعني أستاذ إياد، اسمح لي أن أقطعك، الضغوطات التي يسعى نتنياهو أن يفرضها على المقاومة الفلسطينية، على القيادات الفلسطينية في سبيل استحصال امتيازات ربما في المفاوضات، بقراءتك للقيادة السياسية للمقاومة الفلسطينية، هل تعتقد بأنها ستتعامل بمبدأ الند أم ستتعامل بمبدأ القوي للضعيف؟ أعتقد أن خطاب أبو عبيدة أول أمس كان أهم إجابة على هذا السؤال، يعني إجابة واضحة وصريحة ومباشرة، إنما قال أن المقاومة لم تضعف وأن المقاومة استطاعت أن تجند الآلاف من الشباب الذين انضموا إلى المقاومة خلال الأشهر أو الأسابيع الماضية، وهذا دليل على أن المقاومة دائما القرار السياسي المتعلق
بقيادة المقاومة يأتي من الميدان وبناء على معطيات وتطورات الميدان. فبالتالي الحديث مع الاحتلال كنت لا أتصور ذلك، خاصة وأننا لسنا لا نتحدث عن حرب متناظرة أو حرب متعادلة، وإنما أو بمفهوم الحرب نحن نتحدث عن حركة مقاومة. نحن كشعب فلسطيني نعيش تحت احتلال بالدرجة الأولى أو بشكل واضح وصريح، ولذلك الحديث عن ند أو قضية دولتين، دولة فلسطينية وكيان صهيوني، هذه مسألة لا أعتقد أنها صحيحة، أو نكون نتحدث هنا بشكل غير موضوعي إذا تصورنا ذلك. في الحقيقة نحن نتحدث عن حركة مقاومة، نتحدث عن لا نتحدث عن حرب واضحة أو حرب بمفهوم الحرب، بقدر ما نتحدث عن مجزرة أو إبادة جماعية إذا يحاول ما الاحتلال. تصورك للمفاوضات إن تمت، كيف برأيك يمكن أن يتم مناقشة البنود، يعني بنود الأسرى، إيقاف العمليات العسكرية، إعادة إعمار قطاع غزة المدمر؟ يعني هل تعتقد بأنه يمكن بناء على ما تفضلت به أنه يمكن أن تستحصل الحقوق التي تسعى إليها المقاومة الفلسطينية؟ يعني دائما المقاومة سابقا في المراحل السابقة جميعها 2008 2012 2014 2021 وبعض العمليات أو بعض نقاط الصراع أو المراحل الصراع الصغيرة أو البسيطة التي كانت لا تتجاوز الأيام بين المقاومة والاحتلال، كانت المقاومة تبدو بلاء حسنا على مستوى الميدان، لكن للأسف الشديد كان ذلك على المستوى السياسي لا يتحقق إلا لأسباب مختلفة. أول هذه الأسباب أن الوسطاء، مجرد أن يكونوا وسطاء بين المقاومة والاحتلال، هم يعتبروا ذلك إنجاز، بمعنى أن المقاومة منذ 7 من أكتوبر وحتى هذه اللحظة لا يوجد لها أي سند حقيقي فيما يتعلق بمد وبالسلاح، فبالتالي موقف المقاومة يبقى ضعيف. أيضا لا يوجد للمقاومة أي دعم سياسي على المستوى الإقليمي، وبالتالي أيضا هذا ينعكس على موقفها السياسي ومراحل التفاوض. لذلك حينما يعني دائما المقاومة لا تطرح أفكار بقدر ما تتلقى ضغوط من الأطراف الإقليمية، بمعنى أن الأطراف الإقليمية أيضا تمارس نوع من الضغط على المقاومة، تحاول أن تتوصل إلى اتفاق لا يكون له تداعيات خطيرة على مستوى حكومة الاحتلال وعلى مستوى الكيان الصهيوني. أعتقد أن المقاومة مؤخرا خلال الأسابيع أو الأيام القليلة الماضية كانت أكثر أو قدمت ورقة، هكذا سمعنا، وأن هذه الورقة هي ما يتم دراستها الآن. طيب، سابقا المقاومة لم تكن تقدم أوراق، كانت دائما تنتظر ما يقدم إليها. في تصوري أن هنالك 4 نقاط رئيسية يجري الحديث عنهم، وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة لكن على مراحل، وهذا ما طلبت به المقاومة بشكل صريح. أيضا الاحتلال يحاول أن يعطل هذه المسألة، ويحاول أن لا يجد أو لا يضع توقيت أو مواقيت معين هذه المراحل بهدف التهرب من التوقيع، من الوصول إلى الاتفاق. موضوع التبادل الأسرى سبق وأن حققته المقاومة مع الاحتلال في عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار. موضوع الانسحاب الكامل من قطاع غزة أيضا لا أتصور أن الاحتلال سوف يبقى في القطاع، لأسباب لها علاقة بالبرد الثقافي أولا، لها علاقة بحالة موقف الجيش الاحتلال والرفض، والعلاقة بين أو الصراع أو الخلاف بين الجيش والمؤسسة السياسية أو السياسية داخل الاحتلال، من سوف يتحمل المسؤولية، خاصة وأنه في عام 2005 حينما انسحب شارون من باختصار قطاع، أستاذ إياد لو سمحت، باختصار لو سمحت. حينما انسحب شارون من قطاع غزة في عام 2005 كانت المقاومة يعني لا تقارن بالمقاومة الآن. المقاومة الآن هي يعني مئات أضعاف ما كانت عليه في عام 2005، ومع ذلك لم يستطع الاحتلال أن يبقي مستوطناته، وبالتالي بقاء الاحتلال في قطاع غزة مسألة لا أتصورها أنها سوف تستمر، وإن كان الاحتلال يحاول أن يناور بها سياسيا طيب، من أجل الضغط على المقاومة وإيجاد وإبرام وصلت الفكرة أستاذ إياد، وأعتذر منك لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك أستاذ إياد جبر، الباحث في مركز أبعاد للدراسات من مدينة اسطنبول عبر سكايب، كنت معنا، شكرا لك.